السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي على قناة فكرة كولور. وأخيرا حصلت على الروبوت، هذا الروبوت أردت الحصول عليه منذ سنين. كنت أراه في اليوتيوب وفي التلفزيون يعني، وكنت يعني دائما أريد الحصول على هذا الروبوت ولم أجده في الأسواق. فحصلت على هذا الروبوت من موقع بانجود. هذا الروبوت يقوم بتنظيف الأرضية، يعني يقوم بتنظيف الأرضية تلقائيا، يعمل يعني لوحده. وهذا الروبوت الذي قمت بطلبه من موقع بانجود هو رخيص، يعني سعره رخيص، لعله من أرخص الروبوتات التي تباع في موقع بانجود. هناك أنواع من الروبوتات يمكنكم شراؤها وسعرها مرتفع، يبقى على حسب جيبك وما تريده. ومن الأفضل إذا اشتريت من نوع جيد يكون أفضل. فهناك أنواع جيدة يمكنكم التحكم بها عبر الهاتف. إذا أردتم طلب هذه المنتجات سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو، سوف تجدون الرابط هناك. والآن سوف أقوم بتشغيل لكم هذا الروبوت. الدفع عند الاستلام لبعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان. عندما تحصلون على المنتج يمكنكم بعد ذلك دفع المال. روابط هذه المنتجات سوف أتركها لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذا أردتم شراء هذه الأنواع من الروبوتات. شكرا لكم على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.